عمري 27 عام وعندي جوج بنيات مع الراجل ديالي. انا في عمري 27 عام جوج الراجل على 18 عام خرجني من الدار وضربني وداني الاولاد ديالي. امتزلت له على جوج دعوات النفقه ورجدني وردني للدار. لقيت اللي رجعت للدار خرجني من الدار وداني ولادي وصفت لراجل اختو قال لي باش غادي تدخل بالصلح بيني وبين الراجل ديالي. ومشيت مع راجل اختو بالامر من الوالد ديالي قال لي سيري جمعي وليداتك وسيري رجعي لدارك. لقيت اللي مشيت معاه في الطوموبيل ركبوني في الطوموبيل بقى غادي بيا في الطريق ركب راجل من اللور خرجني للخلا واغتصبوني بجوج بيهم راجل اختو وصاحبه. اغتصبوني وداوني حطوني في وسكروني بالسيف وداوني حطوني في بار باش يتهموا بانني انا خاينه وبغاو يديروا الحضانه ديال الابناء ديالي. انا ولادي قاصيت عليهم وبعت عليهم وتمرت عليهم وجففت عليهم. انا في عمري 27 عام وفتحت على المراره وانا باقا صغيره تمحلت وتكرفص وضعت حياتي ضعت ما بغيتش يدي لي ولادي. انا الامل ديالي الوحيد هو ولادي ما بغيتش ولادي يمشيو بين يديا بهذه الطريقه هادي. انا دابا تابعين دابا تهمات السكر بان هاد السيده هادي فاسده وانا ما عمرني ما حطيت رجلي في شي بار وما عمرني ما شتي اراكين خايبه. ومتابعوني البوليس عاملوني اسوء معامله وما بغاوش يعاملوني. انا تنطالب الحكومه باش تنصفني وتنطالب اكبر وزير في المغرب باش ينصفني. انا مظلومه. انا تنطالبكم بغيتكم تنصفوني بغيتكم تعاونوني. انا مظلومه ما بغيتش ولادي يضيعوا بين يدي. اي مرات يمكن لها توقف